السلام عليكم، معكم هيام ستار. كلشي كيعرفني. كما كتشوفوا انا دابا كاينه في طنجه، جيت من كازا لطنجه. جيت لهاد المدينه هربانه من الاعداء، باغيين يحفروا ليا. كتجيني تهديدات من الناس. ديك النهار هجموا عليا في الدار، داو ليا فلوس، خسروا ليا العرس. لقيت ان بوت بنتي داير يدو في يدهم. المهم عصابه مكونه عليا، انا خرجت وخليتهم. صافي جيت لطنجه، ما لقيت لا حنين لا رحيم. بقيت نقول شنو غندير. المهم ضغط. قررتي تبقى في طنجه دابا؟ ايه قررت نبقى في طنجه. مع تقلت واحد البيرسينغ هنايا حيتها مرضت لي وجهي. قولي دابا تبقى معنا في طنجه ان شاء الله؟ اه غادي نبقى في طنجه. تكمل في الدومين ديالك؟ اه الدومين ديالي شوها هيام، شوها كيكي، شوها. المشكله انا ما كاينش مراسلين في طنجه، ولكن انا نبقى نهبط لكازا، نبلبلها في كازا ونطلع نخدم نعيش في طنجه. اللي ما جاتش نبلبلها في كازا ونعيش في كازا. ما قررتيش زعما شي بروجي ديالك، شي محل ديال التجميل، شي حاجه؟ اه بغيت ندير بروجي ديالي، ولكن هاد الايام هادي مزيره شويه. جبت بنتي نصب عليا دار ليا كلشي، والفلوس مشات لي. انا كنت حاطه شي فلوس باش انني ندير بروجي ونخدم، ولكن تبعوني فيها. هادشي علاش هربت لطنجه، باش نبدا حياه جديده ونجمع الفلوس وندير شي بروجي ديالي. غتزوج هنا في طنجه؟ انا ما غنتزوجش، انا ما بقاش نضرب الزواج. الزواج هو سببي في هاد العذاب. ما تعرف تلقى الانسان المناسب؟ لا لا ما كاينش. الزواج المغرب كله مشاكل، خصوصا الا كنتي مطلقه وتزوجتي. الراجل المغربي كيسحب راسو بحال داير فيك خير، تيبقى فانت تيبهدلك تيدلك. انا لا، انا كلاس، انا ما عندي ما ندير بالزواج. دابا ما غترجعش لكازا؟ ها؟ ما غترجعش لكازا؟ غنرجع نمشي لبلبله تما ونجي لطنجه. ايش طنجه؟ ماشي بهدر هاري، براد بيت امريكان. ندير نضاضر باش نهضرو. لا اختي بلاش ندير نضاضر. خليهم يشوفوا عينيا. شوفوا براد بيت صيفط لي ميساج قال لي هيام انتي مبهدله في المغرب، انتي ستار، العالم تيعرفك، علاش انتي باقا كتعيشي التشرد مع ولادك؟ علاش انتي مكرفسه كل مره في دار، كل مره في قنص؟ علاش هاد المغاربه ما وقفوش معاك؟ قلت لي لا، وقفوا معايا ودرت قناه وخدامه، ولكن كينصبوا عليا. شحال واحد كينصب عليا؟ انا دوك اللي كنامل ليهم راسي وكنقول صحابي وغيوقفوا معايا، كنلقاهم غدارين كيضحكوا عليا. صافي قلت لي انا في طنجه، قال لي نصيفط لك طياره من امريكا تجي تديك. اذا غنتزوج بعد له هو؟ اه لا قلت لي غنتزوج انا وياك، دوينا على الزواج وكل شيء. من بعد وراني واحد القصر ديالو، قال لي هيام اجي تشوفي القصر. شفت القصر كبير بزاف، قلت لي انا مكتئبه وغنعيش في داك القصر كله وما معايا حتى واحد، وانا ديجا مولفه المشاكل والصداع. قلت لي غنكتئب، غنزيد مرض على مرض. قصر زوين، طابله ديال الذهب، ثلاجه دياموند، ثلاجه ديال الماكله. والله الا ما تضحكش اخويا كندوي معاك بصح. ثلاجه بالدياموند، الطواليط ديال الذهب. قلت لي ما يمكنش عندنا في المغرب ما عندهمش طواليط ديال الذهب، غيشوفوني غيقوصوا عليا. قلت لي هادشي بزاف. قال لي اه، قال لي غتعيشي ملكه. واخا عندك جوج ديال الاولاد غيتزوج بك؟ ودابا انت قلتي لي واخا عندك جوج ولاد غيتزوج بك. هذاك راه واخا يكون عندي خيريه ديال الاولاد غيتزوج بيا. هذاك راه سميتو امريكان، راه ماشي مروكان، امريكان. مروكان فاش كيشوفك مطلقه اول حاجه كيستهزئ بك، كيقول لك انا قابل عليك على وجه ولادك. امريكاني لا، امريكاني الله يجعلكم تكوني عاهره وتكوني والده بزاف ديال الاولاد. كيشوفك انك دوزتي معاناه تيحس بك. المروكان ولا عندك ماضي خايب، ما بقيتيش صالحه للزواج. هذا هو المروكانو، فهمتي؟ كاوري عارفني عندي الاولاد وما هضرش لي نهائيا على ولادي. قال لي انا بغيتك تكوني مدامتي وعجبتيني، وولادك بغيت ندير فيهم اجر. المروكان ولا تقول لك انا مسلم، قال لك انا قابل عليك على ولادك. انا قلت له خويا ما تقبلش عليا، وانا سولني انا واش غنقبل عليك، انا اصلا ما قابلاش عليك. ناكل مسكه. او ماي جاد،
اما خصني ستريس خصني شويه نتهدن. كنا كل المسك اخويا باش نتهدن ونتكالمو ونشرب مناضة نبرد على قلبي واخا بشويه خصني نرتاح باش نقدر نهضر حيت انا ستريس. بالنسبه ل 10 مليون ما شكيت في شي وحده الله يكون دار تنشك وما بغيتش نقولك كنشك في بوات بنتي يقدر يكون حيت هو ديجا سرق لي واحد اول ما عرفته قبل ما تجوجو سرق لي 100 درهم قادر يسرق لي حتى الفلوس هو كيلصق في دوك الناس اللي هجموا علينا. انا قلت ليه انا ما نقدرش نشك فيه انا قلت ليه انت ديجا سرقتيني وصافي انا ما شك في حتى واحد انا قلت كيفاش الباب كان محلول والناس هجموا عليا شكون سرقني ما عرفتش المهم اني تسرقت جوج حوايج يا اما الناس اللي هجموا يا اما هو حيت هما اللي كانوا داخل عندي لديك الدار. علاش ما كملتوش الزواج؟ ها؟ علاش ما كملتيش الزواج معاه؟ علاش ما كملناش الزواج؟ والسيد راه اصلا طلقني كون بغاني كاع ميلوحني نهار الاول السيد راه جاي باغي ينصب ساعة والو انايا انا معايا الله ديك الساعه تفرش قلبت عليه هربت لهنايا دابا حاليا ضربتي على الزواج ها نشرب اخويا مناضة ضربتي على الزواج بصفه نهائيه الزواج ما بقاش في المغرب الزواج ما كاينش هما بنات باقين بنات ديارهم وتيطلقوا عاد انا اللي عندي وليداتي هنا بنادم اناني انا ما كنعممش انا كنهضر على واحد الفئه انانيين تيتبعوا الفلوس والشهره وشكون باك براد بيت قال لي انا عجبتيني قلت لي علاش قال لي حيت باك اول حاجه ما معروفش وثاني حاجه باك مقوده عليه امك مقوده عليها هادشي باش عجبتيني قلت لي سعداتي انا قلت لي في المغرب تيبغيو البنت اللي يتزوج بها خاص باها يكون فلان ويكون عندها الفلوس وتكون مشهوره عادي ياخذها. قلت لي علاش انت زعما تزوجتي بيا وانا مشوهه في المغرب ولا عائله لا حنين لا رحيم. فايده جاك عرض لشي شاب طنجاوي عرض ليا تزوج لا ما نتزوجش واحد ما عندي ما ندير انا بالزينه اخويا انا باغي المعامله الفلوس الفلوس مرحبا حيت تيقول لك علاش البنات حاليا كيبغيو الفلوس ورا الرجال هما اللي كيخليو البنات يبغيو الفلوس غتجوج بواحد غيعيش معاها الحب ولافي وغيضربها من هنا ومن هنا وما يخلي فين يديرها ويحملها ويولدها ويهرب عليها كتقول انا والله ومن في اللون هو يفتخ فيا جنسيا وانا نفتخ فيه معنى ماديا فهمتي هادشي علاش دابا البنات الاغلبيه كتقول انا بغيتو بفلوسو حتى لا خاني بعدا كنلقى راسي انني دايره طوموبيل ودايره دار على ظهره فهمتي مابقاش فيك الحال ولكن انا ناخذو ما عندوش وفي الاخر يحملني ويولدني ويهرب عليا انا والله تندم انا دابا لقيت راسي عنده جوج ولاد وما مستقراش مع الازواج ديالي ندمت قلت كون غير تبعت الفلوس في الاول ما نتبهدل لا انا لا ولادي. شنو الرساله اللي تقدر تعطي للجمهور ديالك؟ رساله كننصح البنات المغربيات كلكم الراجل تشوفي فيه الفلوس ولا ما عندوش فلوس ما عندك ما ديري به ولكن كاينين ولاد الناس يعني شوفي شي واحد ولكن بزاف خاصه دير ليه فهمتي خاصه تحضيه ما كيفاش ما يمكنش هاد الزمان تعرفي الزول من الخايب والله ما دبري على راسك الفلوس الفلوس هي هي اللي تتخلي البنات في المغرب محتارمين انا والله الا تزوجت زواج حلال ولقيت راسي انني مسميه عليا الشيخه وعاهره وانا مزوجه بالعقد الزواج وبكل شيء هادشي علاش كاين الزواج لا والو. شكرا للفان ديال اش واقع نصيحة للبنات ما تقوليش هذا كيحبني الحب مشى مع ام كلثوم كذب عليك الكذاب لا قال لك تيبغيك انا كاين الحب لا والو غيبغيك على مؤخر غيطلع له في راسو غيلوحك والله ما تبعي الفلوس 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 الرجاله اللي غيكرهوني ويسبوني موتوا بغيديكم هذه الحقيقه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.